أنشأت القوات العراقية المشتركة جسرا عائما جديدا يربط جانبي الموصل الأيسر والأيمن لغرض تسهيل تنقل المدنيين بين شرق المدينة وغربها. هذا الجسر الجديد سيساعد على إعادة الحياة إلى طبيعتها في الموصل ويسهل مشاريع تأهيلها بعد أن تطلبت عملية التحرير قطع الجسور الخمسة لمحاصرة داعش بالمناطق التي كان يحتلها. وسام يوسف والتفاصيل. بعد شهرين من استكمال تحرير الموصل من احتلال داعش، وبعد أن تقطعت أوصال المدينة الخمسة التي تربط شطريها الشرقي والغربي نتيجة المواجهة المسلحة، كان لابد من حلول عاجلة لإنهاء أزمة تنقل الأهالي. شرعت كتيبة تسيير المقر العام بنصب جسر عائم نوع أكرو بانتون بحمولة 60 طن على بالقرب من جسر الحرية لغرض ربط الساحل الأيمن بالساحل الأيسر. وهذا جسر من النوعيات الحديثة التي وصلت إلى البلد وذو كفاءة عالية وسرعة بالنصب، حيث لا تتجاوز أكثر من 20 يوم عمليات نصب الجسر. جسر عائم جديد باشرت القوات العراقية بنصبه على نهر دجلة بالقرب من الجسر الرابع ليكون متاحا لعبور المدنيين، حيث سيربط هذا الجسر منطقة الكورنيش من الجانب الأيمن للموصل بمنطقة حي البعث بجانبها الأيسر. وهذا الجسر هو راح يكون الشريان الرئيسي للمحافظة لربط الساحل الأيمن بالساحل الأيسر، إضافة إلى يخفف المعاناة عن أهالي عن المواطنين الموصل بتنقلهم بنقل البضائع بحركتهم وانسيابيتهم بين الساحل الأيمن والساحل الأيسر. من شأن هذا الجسر العائم الجديد أن يساهم كثيرا في عودة الحياة إلى طبيعتها في الموصل، بعدما أخذت معاناة الأهالي في التنقل ونقل البضائع إلى الجانب الأيمن تزداد، خاصة مع استكمال تحرير الجزء الغربي منها لعدم وجود جسر بين الجانبين. طبعا احنا كمواطنين من أولويات مطالبنا هي الجسور، لأن ستاني بحكم عملي أنا أحتاج تنقل بين جانب المدينة الأيسر إلى الهيمن. مع الأسف يعني احنا أضيع وقت يعني ساعتين على المعبر وساعتين على المرجع. هسه المواطن الموصلي بصورة عامة يحتاج إلى الجسور. هذا الجسر الحديدي من المؤمل أن يكون حال دخوله الخدمة شريانا مهما لتغذية الجانب الأيمن بجميع أنواع البضائع التي ما زالت مفقودة في الجزء الغربي، وهو ما يعجل بعودة آلاف العائلات من مخيمات النزوح إلى ديارها.